اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما فخور. وما ده بنت بس جاتاونا سر کے پاس جو آپ کے استاد محترم ہیں، تو بڑا آنر فیل ہوتا ہے، میں ان کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ساجی کی زیارت ہو جائے بس، ابھی چلتے ہیں. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن. الله آپکو صحت سلامتی دے. اگر آپ بھی ساری آپ کو یاد فرما رہے تھے، دعا کر رہے تھے آپ کا نام لے کے. میں اسلام آباد گیا ہوا تھا جی، کل پہنچا ہوں تو آج صبح ہی پھر میں نکل پڑا. دل ہوا کبھی اللہ موقع دے دا تو آپ سے باتیں کریں گے. رشتہ ہے ایمان کا، اور اللہ حاجی دا اللہ بھائی صاحب جمیل جیسا شخص میں خوش خلا زمان کو دعائیں. حدیث میں آتا ہے لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو دعائیں بدل دے ان شاء اللہ. تو دعائیں مخلصانہ بلا شبہ جی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور سارا خوشحالی کرم. السلام علیکم. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهرا بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إذ بكى النبي يوما سمع